بداياته من 2010، كان أول بطولة عربية، فوزنا بالمركز الأول، كنت أنا المدير الفني بتاع المنتخب. بعد كده اشتركنا في ابتدت نشترك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في 2011 في كينيا، وفوزنا بيها وتأهلنا لكأس العالم بتركيا 2012، وخدنا المركز الثاني والميدالية الفضية المركز الثاني. وبعد كده يعني اشتركنا في تصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد الصوم، دي كانت في جنوب أفريقيا وفوزنا بيها، ولعبنا في أولمبياد الصوم في بلغاريا وحققنا المركز الرابع. بعد كده اتأهلنا كأس العالم 2016، خدنا خامس عالم. بعد كده 2017 ما كنتش انا المدير الفني، كنت بعيد عن المنتخب، كان كابتن توفيق صقر وكابتن شوكت النور، ده خدوا الميداليه البرونزيه المركز الثالث. وبعد كده افريقيا خدنا مركز ثالث وتأهلنا لأولمبياد البرازيل، ده كان كابتن شوكت مدير فني، شوكت النجار مدير فني. وفي البرازيل واخدين تاسع في أولمبياد الصم في البرازيل، ده كان كابتن شوكت النجار مدير فني وأنا مدرب عام. احنا عندنا دوري ممتاز من 16 هيئة مناري ومركز شباب، بنختار أفضل لعيبة من الدوري، ويمكن حضرتك وأنا بتكلم في دور الأربعة في الدوري الممتاز للدرجة الأولى بين نادي طلائع المستقبل الإسماعيلية اللي هو الحاصل على الدوري بطولة الدوري السنة اللي فاتت، بيلعب في دور الأربعة مع مركز شباب زينهم. فاللعبة يعني زي ما حضرتك تفضلتوا كده نقلته جزء من المباريات، بيتاخد من الدوري العام الممتاز. أنا بتعامل مع اللاعبين بلغة الإشارة، أنا ليا أخ أصم، بدايتنا زي ما قلت حضرتك من 2010، وبداية يعني بدأنا اللي هو النشاط الدولي من 2010، إنما النشاط المحلي بادئينه من سنة 1996، كان أول بطولة دوري لكرة القدم للصم، وأنا كنت ماسك مركز شباب زينهم كمدير فني، وتم اختياري للمنتخب كمدير فني من ساعتها يعني. لا هو بالنسبة للمشاكل، في مشاكل كتير وبالأخص الدعم المادي، يعني حضرتك كمنتخب مصر لا في مكافآت مباريات، يا دوب بس بمصروف الجيب اذا كان اللي هو ال $20 في اليوم مده البطوله، ما مثلا لو قعدنا 20 يوم هم ال $400 اللي هم اللعيبه بياخدوهم، زائد اللي هم اللي هو بدل تدريبات في المعسكر يتجاوز 100 جنيه هو دول اللي اخدوهم. وبعد كده اذا كنا فوزنا بيبقى في دعم، في مكافآت فوز بالنسبه لوزاره الشباب بتبقى ضعيفه جدا.